مدربين اجانب. المدربين الاجانب اللي علموا معايا كانوا يعني فايلر فايلر. وموسيماني ولازارتي، يعني المدربين اللي علموا معايا يعني شويه. لازارتي. وفايلر وموسيماني صراحه. الناس اتخضت لما جه كولر وخد موقف. يعني كانت هو غريبة ما خدش شوية. موقف على طول، يعني هو خد موقف متدرج. يعني ايه خلال اللي حصل السنة. بقى؟ احكي لنا بالظبط يعني. والله يا كابتن، هو يعني هي البداية كانت كنت انا راجع من منتخب مصر، ولو كنت يعني لعبت في اخر ماتش، يعني نزلت شوية في كويس. ماتش المنتخب، فكان عندنا ماتش في سوسة في تونس في التصفيات، في تصفيات افريقيا، في البداية في دور 32، النادي الأهلي. النادي الاهلي. فهو كانت البداية، يعني هو ما نعم. كانش يعرفني لسه، كان هو لسه جاي، واتمرنت معاه تقريبا اسبوع، وبعد كده ده الماتش اللي سافرنا كسبناه 1-0 هناك. بتاع منعم. افتكر لك اللي اسم الفريق، فكرني باسم الفرقة، انا هفتكرها دلوقتي. في سوسة، اتحاد المنستير. ايوه، اتحاد المنستير. اتحاد المنستير. نعم. فهو كان اتكلم معايا قبل الماتش بيوم، وقال لي انت من اللعيبه الكبار ومن الناس حلو. اللي يعني بدايه كويسه جدا معايا، يعني ممتاز. انت من اللعيبه الكبار والمفروض بتساعد الفريق، انا لسه ما شفتكش، فانا الناس اللي عملت معايا فتره اعداد وكده هم اللي هيلعبوا معايا وكده، ماشي وانت الفتره اللي جايه بقى ان شاء الله تاخد، يعني انتوا ما عنديش مشكله، دي تمام. وجهه نظرك وانا بحترمها. خلاص مشينا بقى، ففضلت قاعد فتره احتياطي فتره كبيره جدا، بتقعد على الدك. بقعد على الدكه، يعني ما بنزلش خالص، وبتمرن كويس وشغال، ولا بقلب وش ولا اي حاجه، ما بتمرن لكش في عشان علبة الوش انت. فجيت في شهر في يعني قبل شهر واحد باسبوعين ثلاثه كده، كان في توقف دوري، ايوه. فانا طلبت من النادي ان انا اسافر، يعني كان في شويه خشونه في ركبتي وكده، فكنت عايز اسافر اطمن على رجلي يعني، فسافرت. هو ما كانش عايزني اسافر، لان كان في الفتره دي كان عامل ماتشات وديه وكان عايزني، عايزك تلعب. فهو شافها ان انا باخدها بعندي شويه، او ان انا يعني انا كده ما بلعبش، فانا هسافر وكده يعني، فيمكن هي دي نقطه التحول بقى، يعني ايوه، دي تقريبا نقطه التحول اللي حصلت. في العلاقة بينك وبينه. فبعديها ما بقتش ادخل فتره كبيره، وبعد كده دخلت تاني ما العبش خالص، وبعد كده خلاص